اوكي زين، هسه هاي المعادله بيها الريت اوف فراكشن، وعندنا عدد المولات. شلون كونكتد ويا الكونفرجن؟ هاو كان وي كونكتد ويا ذا كونفرجن؟ نجيب المعادله هاي ان اي، خلينا نكتبها تحت ان اي ايكوال ان اي نوت ناقص ان اي نوت الكونفرجن. احنا شو نريد؟ اول شيء نريد هذا الحد. اذا شنو نشتق هذا الحد بالنسبه للتايم؟ هذا دي ان اي دي تي ايكوال دي ان اي نوت على دي تي، هذا اول واحد، ناقص دي ان اي نوت الكونفرجن على ال دي تي. زين خلينا نسويها زين دي ان اي على دي تي ايكوال، هذا زيرو نوت هاي، ليش؟ ان هذا ثابت، هذا زيرو، ناقص ال ان اي نوت هي ثابت، يطلع برا الاشتقاق اي نوت، وتبقى دي كونفرجن على دي تايم. اذن يا اخوان دي ان اي على دي تي اكوال ماينس ان اي نوت دي كونفرجن على دي تي. هسه لقينا العلاقة اللي connected between عدد المولات و rate of reaction و convergence. نجي نعوض هاي المعادلة وين؟ here. شو هنحصل؟ راح تصير هذا minus وهذا minus، راح تصير n a not d x على d t equal what rate of reaction والفوليوم. مهم، شوفون شو المهمة هاي. اذا هاي نقدر نقول عليها what batch reactor design equation. ممتاز.